طيب عايزه اتكلم معاك عن الاعلانات اللي بتطلع في التلفزيون. عارف احنا في ثقافتنا في الشعب المصري احنا بنصدق التلفزيون قوي، الناس عشان مش بتقرا كتير فمصدر ثقافتها بيكون مصدر رئيسي التلفزيون، تمام؟ فلما بيشوفوا اعلان على التلفزيون حتى لو القناه اللي بتعلن الاعلان ده قناه مش معروفه او قناه معروف عنها، احنا كناس فاهمه هنبقى فاهمين ان هي قناه مش مصدر ثقه، انها تعرض اعلانات مثلا عن السحر والشعوذه او عن ادويه، مش عارفه ده بيعالج السكر، ده ساحر، ده بيعالج السرطان، ده مش عارف ايه، طبعا كلام كله غير صحيح وكلام كله. بتواجه الاعلانات دي ازاي؟ ده خطر كبير على فكره على المجتمع، لان الناس بتصدق بيبيعوا الهوا في ازايز زي ما بيقول. عندنا اداره المرصد الاعلامي وبنستهدف يعني بنفعلها بطريقه ايجابيه، متابعه كل القنوات وكل الاعلانات حتى اللي على المواقع الالكترونيه، بيتم اتخاذ اجراءات. طبعا هتشهد كمان طفره اكتر في الفتره اللي جايه. بتتابع كل هذه الاعلانات، بترصد الاعلان، بنأكد اذا كان الاعلان بينتج بيعلن عن منتج معين بالعلاج معين، بنبعت ناخد الاسم ونبعته لاداره الصيدليات او الجهه المعنيه ترد عليها تقول لي لا ده المنتج ده بتاعك. وفعلا بعتنا مره في او اكتر من مره للجهه بترد عليها تقول لي اعلان بيقول ان ده علاج للعظام، اقوى علاج للعظام والمفاصل وخلافه. شفت جالنا الرد من اداره الصيدليات، قالت ان العلاج ده كريم مرطب، ملوش علاقه بالموضوع تماما. ايوه احلنا الشركه المنتجه للنيابه، احلنا القناه اللي بتعلنه للنيابه اتخاذ اجراءات قانونيه، بعتنا للمجلس الاعلى للاعلام لوقف بس الاعلانين. ها وبعدين تمام، تم وبعد كده متابعين كل. طب ليه ما بنطلعش تجريب؟ يعني ليه مثلا مش من خلالنا مثلا او من خلال الاعلام ان انتوا تقولوا لي يا جماعه خلي بالكم ده الكلام ده تم الاعلان عنه، او ما انا طالعه اقول خلي بالكم الكلام ده؟ ما انا ببعت للمجلس الاعلى للاعلام عشان كده، وبعد كده ببعت بعمل بيان اعلامي بقول فيه ان الواقع كذا، تم الاعلان عن كذا بمخاطبه اداره الصيدليات افادت ان ده الكلام ده مش صح والاعلان ده مخالف والماده دي ماهيش العلاج. طيب تمام، ده لو اكتشفنا انه في علاج خاطئ او ادويه التخسيس بقى والكلام ده كله اللي احنا فاهمينه، ماشي. طب اعلانات السحر والشعوذه اللي كترت جدا جدا جدا، طبعا هي غير صحيحه بالمره، عارف حضرتك هما بياخدوا كام من الناس؟ بياخدوا بجد، انا مره كان في احصائيه طالعه مليارات، تمام؟ بتتعاملوا معاها بتواجهوها ازاي؟ الاعلانات دي بتتم من خلال قنوات. ايوه، وبيتم وحضراتكم يعني وحضراتكم الشيخ الفلان فلان وحضراتكم من ضمن القنوات. لا احنا لابد ان يكون، لا اي قنوات بصفه عامه، انا بس اقصد اي قنوات بتبث اعلانات مخالفه، حتى انت عارف القانون بيقول ان الاعلانات دي لازم تبقى متوافقه مع قيم وتقاليد المجتمع. بالظبط، يعني ده صلب الاعلان. بالظبط، يعني القانون لازم الاعلان يبقى متوافق، لا يتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع ولا يدعو للرذيله ولا يدعو اشياء كثيره جدا. طبعا في ضوابط احنا بنستهدف ذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للاعلام لاتخاذ الاجراءات القانونيه حيال اي مخالفه في هذا الاطار، لكن ده على البعد الاخر محتاج توعيه من برنامج حضرتك ومن كل البرامج الوطنيه، نوعي الناس. الزن على الودان طبعا، ما نزلنا احنا يا فندم، ما احنا نزلنا والله بس الشو اللي هم بيعملوه في الاعلان، ولا قلب الحبيب ومش عارفه العلاج من ايه ونرجع لك جوزك ونطلق لك مش عارف مين، يعني الاعلان رخيص بشكل غير لازم طبيعي. احنا بقى دورنا المؤسسي احنا كجهاز والبرامج الوطنية المحترمة الاجتماعية زي برنامج حضرتك وكل البرامج تبقى متبنية فكرة ان احنا نعظم قيم المجتمع بتاعنا، القيم الاصيلة اللي احنا كلنا تربنا عليها، لازم نعمل حاجة مشتركة كلنا، نوعي المجتمع، نثقفه في مجالنا. أيوة، في مجال حماية المستهلك. ايه الاجراء القانوني اللي بيتاخد ضد الاعلانات يا فندم؟ اي مخالفة يتم اتخاذ اجراء قانوني حيالها تماما. بس في قنوات احنا ما نعرفلهاش مكان اصلا، ما نعرفش بتبث منين. القنوات اللي بتبث من بره دي اللي في اجراءات معينة بتتخذها كل اجهزة الدولة، مش جهاز حماية المستهلك فقط. يعني عندنا إدارة التحريات، في إدارة مباحث التمويل، في إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، في وزارة الداخلية، كل دي إجراءات بتتم تنسيقية بين كل
الاجهزه ممكن ده لو بيبث من بره بيتعمل محاوله شراء وبيجيب اللي بيبيع او اللي بيتعامل في هذا النوع او اللي بيشتغل في هذا الكلام ويتم اتخاذ اجراء قانوني ضده. ايوه تمام.